سبحانك اللهم من خالق نسعى إليه وحكيم رشيد. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ وحشتوني. صباح الخير، صباح العسل، صباح الرضا على عيونكم. صباح كل حاجة حلوة، ويا رب النهار الجديد اللي لسه طالع كده نحقق فيه كل اللي احنا نفسنا نحققه، ويبقى ايه يعني، يبقى يوم جميل عليكم كلكم يا رب. انا النهاردة جاي لكم بروتين ايه الست التعبانة، يعني انتوا روتين الست التعبانة. انا تعبانة من امبارح، ما عملتش اي حاجة خالص في البيت، يعني ولا قادرة اطبخ ولا قادرة اقوم اعمل حاجة، بس هو ربنا المستعان وهيعني وهيعني بيكم ان شاء الله. متنسوش بقى اللي مشتركش بالقناة يشترك، وعملوا لايكات كتير على الفيديو ده عشان انا تعبانة اصلا، فانتوا اللي هتشجعوني. فيلا بينا بقى النهاردة ايه، المطبخ مقلوب مقلوب مقلوب، لان انا ما عملتش حاجة امبارح وكنت تعبانة جدا جدا جدا. فمقلوب بطريقة يعني اوحش مطبخ ممكن هتشوفوه، مقلوب جدا. وتعالوا نعمل النهاردة مع بعض، الجو برد شوية، نعمل اكلة كده تدفي، نعمل مع بعض اكلة حلوة تدفي كده، اكلة اقتصادية خالص تدفي. نعمل مع بعض شوربة العدس، فتة العدس، هنشوفها مع بعض. وايه كمان؟ ايه، تعالوا نعمل فطار لعلي قبل ما ينزل، ونعمل افطار وما ينزل بقى نخش المطبخ ونعيش مع بعض في المطبخ. يلا نعيش مع بعض سوا. متنسوش بقى اضغطوا لايك واشتراك وتفعلوا الجرس. يلا باي باي. لا مش باي باي، احنا داخلين جوه. نادين معانا نوح. بصوا حبايبي، انا قلت ايه طبعا، ايه يعني تعبانه مش تعبانه، بس لازم ايه نحضر الفطار. فانا ما قدرتش اطلع فول بقى من عندي، ولا عجينه الطعميه، ولا قدرت اعمل البيض وحاجات من دي. انا بعت امير جاب فول وطعميه، وانا عملت كوبايه شاي ولبن لعلي. بس انا مش هفطر، انا هاكل تفاحه او اي حاجه، مش هعرف اكل، تعبان يعني مش هقدر. فايه، فانا عملت الفطار ده لعلي عشان برده يبقى نازل هو فطران، ولو حد من الولاد عايز يعمل سندوتش او حاجه يبقى فيه ايه فطار كده يعني. بدل ما لو انا قعدت وكسلت، هما مش هيقوموا يعملوا فطار، ومش هيجيبوا فطار، ومش هيفطروا، ولا هينزل من غير فطار. فلا حرام، الواحد يجي على نفسه مش مشكله، بس المهم ايه يعمل حاجه حلوه للولاد يقوموا ياكلوها. فخلاص احنا عملنا الفطار اهو، هيفطروا، انا بقى اسيبهم يفطروا، وانا عايزه ايه اخش معاكم المطبخ. عايزين كده ايه نسمي بالله ونستعين بالله ان ربنا يقدر يعيننا، ونروح المطبخ نشتغل مع بعض عشان نخلص اللي ورانا. عندك بقى اي حاجة تشغليها كده وانت واقفة في المطبخ؟ شايفين الفيديو اهو، شايفين المطبخ عامل ازاي، شايفين كل حاجة مش موجودة في مكانها، الدرف مفتوحة، ولادي طبعا معرفش معملوش اي حاجة خالص. بل شايفين المطبخ، انا جايبة لكم المطبخ بصوا على الطبيعة، يعني مفيش اوحش من كده مطبخ بصراحة. فان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ربنا المستعان وهيعيننا، ونخليه كده زي الفل وبيلمع. حتى البوتاجاز عايزين نغسله، والحوض والمواعين. بصوا هنعمل شغل جامد. يلا كده نسمي بالله ونستعين بالله، وان شاء الله ربنا هيعينك، وهنصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام، وربنا ان شاء الله هيعينك. يلا بينا بقى كده كل واحده تشجع. اكيد مطبخكم عمره ما هيبقى كده، اكيد اقل من كده، ولو هو كده او ازيد من كده برضو هنشجع وهنعرف وهنعمل كل حاجه، هنخليه بيلمع. اول حاجه كده نسمي بالله ونشغل كده ايه، انا بشغل ابتهالات نكشبندي، فايه هنشغلها. عايزه تشغلي انت قران، عايزه تشغلي اغاني، عايزه تشغلي احاديث، يعني دروس تعليميه، فيلم، اي حاجه براحتك، شغلي اي حاجه تسليكي كده وتضيعي الوقت، تخلي الوقت يعدي بسرعه. على اي تليفون، ما عندكيش لاب، على اي تليفون، على اي تاب، اي حاجه يعني. خلاص انا خلاص بنلم كده الحاجات كده اللي عينها في الثلاجه، الطماطم هندخلها في الثلاجه، البصل رجعناه مكانه، رز بقى، اي حاجه كده ايه. انا اهم حاجه عندي عايزه انضف المطبخ الالموتال ده كله، بحيث ان يبقى عندي، انا بحب انضف حته حته، ما اقعدش الف طول النهار في المطبخ اشيل حته من هنا وحته من هنا، لا انا انضف حته حته، ولما نخلصها لما نخلصها نروح على الحته الثانيه. خلاص بقى هننضف المطبخ الالموتال ده كده، نرجع كده الاطباق، كيس ملح كده قابلناه في السكه، نحطه في البرطمان، برطمان الملح كان فضى، والزيت والخل، الرف اللي جنب البوتاجاز ده من فوق لتحت انا باعين فيه حاجتي، يعني الزيت والخل والحاجات دي بحطها هنا في الرف ده، والملح في الرف من فوق، الرز والمكرونه والسكر كده يعني. خلاص شلنا كل حاجه كده خالص على من على المطبخ خالص. هنجيب كده بريل وكلور، بريل وكلور، وبالسلكه كده، السلكه الالومنتال، الالومنيا ده، الالومنتال ده بيخلي السلكه بتخليه زي الفل،
اغسليه حلو بقى كده ونضفيه حلو قوي، وبالمره كده واحنا واقفين نجيب الدراج واي حاجه ايدك بتمسكها وانت بتطبخي، ايدك بتبقى معكوكه، ايدك معرفش ايه، اي حاجه كده قريبه من ايدك مشي عليها السلك اول باول، بحيث ان ما يجيش يوم يبقى حاجات متكومه عليكي. اي نعم المطبخ شكله مقلوب يا جماعه والله، بس معلش بقى. خلاص بقى انا بمسحه اول مره بميه، بميه عادي بحته بميه، في الاخر اخر حاجه كده بمشي عليه كده بميه بخل، بالخل كده بيخليه نضيف ومتعقم واي، وبخليه زي الفل، بحيث انك لو هتحطي عليه اكل اي حاجه اطباق اي حاجه ميه بخل كده بتخليه معقم كده ونضيف وزي الفل. شوفوا خلصناه ازاي، مفيش في 5 دقايق نرجع بقى الفازات مكانها، ونرجع مكانها بتاعت المعالق وبتاعت الرق دي اللي بحط فيها مسحوق اوتوماتيك. خلاص خلصناه بقى، خلصناه بقى زي الفل. تعال نخش بقى ايه، اضغطوا لايك. تعال نخش بقى مع بعض نشوف المطبخ، المطبخ مقلوب ازاي. شايفين طبعا مقلوب ازاي يا جماعه، والله مش بسيبه كده في بكتير، بس انا فعلا بقالي يومين تعبانه. دخلت المطبخ وطبخت وانا اللي مكركبه ده، بس عارفه انت ما تشتغلي وانت تعبانه، ففعلا انا ما كنتش قادره اعمل حاجه وانا بشتغل، يا دوب عايزه اعمل حاجه للعيال وخلاص. فانا ايه اول حاجه بغسل الحوض عشان ارص فيه الكوبايات، انا بغسل حاجه اول حاجه الكوبايات، فايه هنغسل الحوض اول حاجه ونحط فيه الكوبايات. عندي الحته اللي جنب الحوض الرخامه دي عايزين ننضفها حلو جدا ونغسلها، بحيث ان الكوبايات اللي هنغسلها تبقى محطوطه على حته نظيفه. خلاص شفتي احنا خلاص بدانا نخلص حاجات كتير ازاي بسرعه، اهو خلصنا دي، بغسل حته الرخامه اللي جنب الحوض دي خالص عشان ايه الكوبايات اللي اغسلها اسندها عليها. معلش انا اسفه لو صوتي مش واصل لكم حلو او هبطان او كده، فمعلش بقى سامحوني تعبانه شويه. خلاص نغسل بقى كده الكوبايات، مش شرط يكون عندك غسالة اطباق عشان تغسلي الكوبايات، ولو عندك غسالة اطباق يعني تحطيها تحطيهم هيبقى اسهل لك. واللي مش عندها غسالة الاطباق ما تضايقيش نفسك وتقولي لا اصل دي عندها وانا ما عنديش، لو كان عندي كنت شجعت وقمت عملت. لا بالعكس بالعكس، على فكره انت لما تحمدي ربنا على حاجه هيزيدك، انت ما تحمدي ربنا على النعمه اللي عندك، ممكن انت ما عندكيش الغساله الاوتوماتيك او الاطباق او ما عندكيش ده وما عندكيش ده، بس عندك حاجات كتير حلوه قوي 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 ما هاش عند اللي عندها ده وعندها ده. هو ربنا بيبقى مقسم الارزاق، عطى لكل واحد ال 24 قناه بتوعه، ففي اللي بيبقى اخد في الرزق ده وفي اللي بيبقى اخد في الرزق ده، زي القنوات بالظبط. انت ممكن المشاهدات بتاعتك دي رزق من عند ربنا، فربنا ما عطيكيش رزق في المشاهدات او في القناه بتاعتك، بس عطيكي رزق في حته تانية، فكل واحد يحمد ربنا ومن حمده فعلا زاده. انا رغيت معاكم كتير معلش، الفيديو طالب. خلاص انا كده خلصت، ناكل لبان اول كده واحنا بنشتغل. انا بحب اللبان الفصوص ده، معرفش انتوا بتسموه ايه، سماره بقى، لبان مستيكه، معرفش، هو اللبان كده انا بحبه. شغالك بقك كده وانت شغاله. خلصنا الكوبايات، حطيت الاطباق كلها في الحوض وحته سلكه بقى وايه، ونغسل بقى الاطباق. الحاجه بتخلص بسرعه، ورغم تكون مهما تكوني انت تعبانه ومهما تكوني مش قادره، استعيني بالله وكل حاجه هتخلص. انا كنت تعبانه جدا وما كملناش، ما كملت الساعه بشغلي بقى بجد، خلصت المطبخ وخليته ايه ما اخدش منك وقت. ففعلا انت كده ما تستعيني بالله كده وتصلي على النبي وتسمي بالله كده، كل حاجه هتخلص بسرعه. ولو انت بقى عايزه تذكري تقولي اذكار تستغفري ربنا وانت بتشتغلي، طبعا يعني هتلاقي الوقت جرى 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 بوقت اسرع كمان من كده. وبعدين احنا النهارده عايزين نعمل بقى غدا ايه حلو كده يدفي، بس انا بصراحه ما بعرفش اخش المطبخ اطبخ وهو المطبخ مكركب، فبحس ان انا مش عارفه اطبخ، وكمان بالاخص عشان انا كمان بصور فببقى مش عارفه اتحرك، وبقى حاجتي مش موجوده حواليا فببقى مش عارفه. لكن لما بخش المطبخ اطبخ والمطبخ كله نضيف بحس ان انا مرتاحه. يعني انا اعرف ان في ناس تقول لك لا انا هولع الاكل الاول واغسل المواعين مع الاكل، لا انا مش بعرف، انا اعمل المواعين واخلصها واخش اطبخ كده والمطبخ رايق، تحس ان انت انجزتي في حاجات كتير. انا بقول لكم ان انا بغسل الالمونيا بالصابونه البيضاء والسلك، الالمونيا عشان تلمع، الالمونيا بتلمعها الصابون، الصابونه البيضاء. خلصنا المواعين، نخش بقى على البوتاجاز. البوتاجاز شكله صعب جدا فعلا، معذره على المنظر بس معلش. يعني كل واحد بيجي عليه يوم يتعب ما بيقدرش يقوم، ربنا يا رب يشفي كل مريض وما يتعب اي حد، ولا يشوف اي حد مرض ولا يشوف اي حد وجع. انا كده انا عامه الورق ده ما بحبوش، بس انا هغسله كده المره دي، والمره الجايه اشيله خالص. البوتاجاز من غيره احلى بكتير واسهل وانضف، انا ما بحبوش والله، مش عارفه انا ليه بحطه، ما مش عارفه. فانا هغسله كده بس المره دي، وبعد كده خلاص هنشيله. خلصنا خلاص بقى الرخامه دي، عايزين نغسلها. الرخامه دي يا جماعه انا قلت لكم قبل كده هي لونها مش حلو، اللون الرخامه ده هو اللي بيديكي تحسي ان هي مش نظيفه او تحسي ان هي مبقعه، هو لا والله مغسوله ومنقوعه وكل حاجه، بس هو لونها كده.
بنغسلها كده خلاص وننضفها حلو جدا، ما خدتش مننا وقت، اول حاجه ما خدتش مننا اي وقت خالص. طبعا الجو اصلا غيم، انا حاسه ان انا المغرب مش الظهر، جو غيم وبيمطر، فانا قفلت الشباك، فالاضاءه بقى ايه سامحوني هتبقى وحشه شويه. خلاص خلصنا الرخامه دي، مساحه كده بتاعت ازاز بس بتبقى حلوه قوي للرخام، بتبقى فعلا جميله. ونغسل بقى الحوض وخلصناه حلو كده، نغسله. وطبعا في الاخر خالص لو عملتي حبه برضو خل على الرخامه هتعقميها وهتبقى نظيفه، بحيث ان ولادك صغيرين حطوا حاجه، طمط ميه، حطوا تفاحه، حطوا اي حاجه على الرخامه، هتبقى برضو ايه مش يعني تبقى نظيفه معقمه. خلصنا المطبخ بقى زي الفل اهو. خلاص نعمل بقى الارض، ما عادش غير الارض نمسحها بالموب كده. عايزه توطي تمسحي فوطه، توطي عندك اللي هو الشرشوبه اللي هي السريعه دي برضو براحتك، انا عندي الشرشوبه عاديه. خلاص بقى نحط نفرش السجاده. بصي مفيش، خلصنا كل حاجه الحمد لله. بصوا حبايبي احنا ايه، انا بحب احط الخضار في العدس براحتك، انت بتحبوش بتحطيه كده ساده؟ لا بس هو الخضار بيبقى ايه طعمه حلو. العدس دي كوبايه عدس كبيره او كوبايه ونص، حوالي نص كيلو، ده حوالي نص كيلو عدس. والخضار بقى، الخضار عباره عن بصل، طماطم، وده جزر انا بس بقطعه واخزنه في الفريزر، فبيبقى ايه الشكل ده، فهو عشان طالع من الفريزر فتحس ان هو دبلان. انا بخزن الجزر، اقطعه واخزنه في الفريزر الاوقات اللي مش موجود فيها جزر او انا مش عندي جزر. ودي فلفل اخضر، عايزه تحطي بطاطس حطي، هيديله سمك يعني تتقلها شويه، بس الجزر بياخد محل البطاطس. احنا بنحط البطاطس في الحاله اللي احنا مش لاقيين فيها جزر، بس الجزر بيديها سمك حلو وفي نفس الوقت بيديها برضو اللون الحلو والطعم الحلو. يلا بقى نحطهم بقى كلهم كده على بعض في الميه ونسلقهم مع بعض، يلا بينا. بصوا احنا خلاص بنغسل العدس ونصفيه زيه زي الرز بالظبط، تغسليه كويس جدا وتصفيه. هننزل كده بالعدس، هنضيف بقى عليها الخضار، الجزر والبصل والفلفل والثوم والطماطم، كام فص ثوم بس، عندك قرن شطه، عندك فلفل حامي حطي. يلا هنضيف بقى عليه كده الميه، ميه كمان، هنسيبه بقى كده لما يستوي خالص. حاولي ما تغطيش العدس لان العدس لما بيتغطى بيفور، فحاولي ما تغطيهوش دلوقتي. فاحنا هنسيبه كده لما كل الخضار والعدس يستوى خالص مع نفسه، وفي الاخر ندوبه في الخلاط. هنسيبه بقى كده مع بعض شويه. تعالوا بقى نعمل مع بعض ايه اي حاجه تانية هناكلها مع العدس. واحنا بقى كده اسنان العدس كده بيستوي مع الخضار بتاعه، هننزل بالبطاطس. عايز تعملي معاه بطاطس مقليه براحتك، مش عايزه براحتك برضه. دي بطاطس نص مقليه، اللي طلبت مني اسم كيس البطاطس هو مش ليه اسم، هو عرض كده مش عارفه اسمها بطاطس، مش عارفه، هو كيس كده شفاف بيتباع عند اولاد رجب، اللي طلبته مني كان عامل عرض، كان الاتنين كيلو ونص ب 19 جنيه وتسعين قرش يعني 20 جنيه عند اولاد رجب، ما عندوش اسم والله، لو كان لي اسم كنت قلت لك، يعني هو اسمه كده نقليها كده بقى، ولما تتقلى يكون العدس استوى. شوفوا مع بعض خلاص العدس بيستوى والبطاطس احنا هي كمان تتقلى. هنعمل ايه بقى؟ عشان فتت الفته بتاعت شوربه العدس دي، العيش ده ممكن تحطيه كده وتضيفيه عليها الشوربه كده على طول، بس بحس ان هو هيعجن معاكي، لكن انا بحطه تحميصه كده في الفرن زي العيش بتاع الفته بالظبط، زي العيش بتاع فتت اللحمه، فتت الكوارع، بتزبيه زي ما هو كده، لا ملح ولا اي حاجه خالص، بتحطيه كده بتقطعيه وتحطيه في الفرن كده ايه، ياخد تحميصه ينشف معاكي، او عايزه تنشفيه وسليم وفي الاخر تقطعيه براحتك. انا بقطعه كده وبرصه في الصينيه وادخله الفرن ايه يتحمص معايا، وفي الاخر نضيف عليه مع بعض شوربه العدس. بصوا خلاص العدس اهو خلاص استوى كله مع الخضار بتاعه، استوى خالص، استنى بس يهدى شويه ونضربه في الخلاط. عندك الهاند بلندر تضربيه بيه زي ما هو كده يبقى احلى، ما عندكيش اضربيه في الخلاط، انا ما عنديش هضربه في الخلاط على طول. بصوا بقى في حله صغيره كده هنعمل شويه شوربه بالشعريه، فدي معلقه كبيره زبده هنضيف عليها كده الشعريه. عايزه تضيفي سمنه ضيفي، عايزه تضيفي زيت ضيفي، انا بحبها بالزبده. نحمر كده الشعرية، تاخد بس لون، وبعدين ايه نضيف عليها شوربة العدس.
هنضيف كده معلقة ملح هنا، وهنضيف فلفل وكمون. ثواني بس، خلاص الشعرية اخدت معاكي لون، تنزلي بقى عليها بشوربة العدس. شايفين اللون بتاعها؟ شايفين لون شوربة العدس؟ الجزر بيديها لون حلو جدا. وبصوا من غير بطاطس سمكها، وكمان لسه مغليتش، لسه كمان هتتقل. هنضيف بقى ايه، نص معلقة كمون فلفل، وبرده هنضيف عليها نص معلقة كمون. في ناس ما بتحبش الكمون في شوربة العدس، بس انا بحبه، انا بحبه. براحتك، مش عايز تحطيه براحتك. انا بحط نص نص معلقه صغيره يعني. وبرده هناك اهو، وفي خلاص يعتبر خلص. هما الاثنين اهم حاجه، اللي بالشوربه اللي بالشعريه ده دايما قلبيه، لان الشعريه بتعجن دايما مع العدس. يعني دايما ايدك فيه، دايما قلبيه عشان الشعريه ما تكلكعش معاكي. شوفوا هنا بقى في طاسه سخنه، هنحط عليها كده معلقه زيت، يعني زيت صغيرين او زبده او سمنه. انا هحط زيت على سمنه، معلقه زبده هنضيف عليها كده محبه زيت، يسخنوا بقى ونضيف عليها الثوم. انا ضفت الثوم اهو على السمنه وعلى الزبده والزيت، ياخد بس لون كده، وايه ونطشه على العدس. خلاص اخد لون اهو، نطش حبه هنا وحبه هنا. خلاص اهو يغلي غلوه واحده بس وتطفي عليه. خلاص بقى ده الطبق اللي احنا هنقدم فيه. اول حاجه العيش اللي احنا كنا محمصينه في الفرن، هنطلعه كده بقى من الفرن. تنزلي كده بالعيش اللي انت محمصاه شوربه العدس اللي انت عامله. نضيف بقى عليه شوربه العدس اللي هي من غير الشعريه، شوربه العدس العاديه خالص اهو. خلاص عملنا العدس اللي هو الفتة اهو، شكله جميل جدا. شايفين؟ شايفين شكله عامل ازاي؟ ودي العدس اللي بلسان اللي بالشرب اللي بالشعرية، وقلينا بطاطس وجرجير بقى، وطبعا ليمون معصفر. ومعرفش يا جماعة، انا نفسي اعرف هو علي راح جاب لي ده من السوبر ماركت. ده سوسيس مملح محشي حاجات، حد معرفش، مش عارفة هو ده ايه اصلا، والله ما اعرف هو ده ايه. هو علي جايبه لنا، مش عارف. هو ده سوسيس عليه زيتون كده وجبنه هنجربه هنجربه. اللي يعرفه بقى يبقى يكتب لي في الكومنتات. يلا بقى تشجعوا كده، اللي ما حضرش الغدا يروح يتغدى. يلا بينا، يلا بألف هنا على اللي هيجرب الوصفه.